امرأة اعرفها في كل يوم ختمة، الا في العشر الاواخر ختمة ونصف. ما شاء الله. الان في زماننا هذا موجود ام عيال، ليست اقوى منك ولا احسن منك ولا اتقى لله منك، والتقوى محلها القلوب. فعليك ان تضع لك جدولا تسير عليه في هذا الشهر، ان تكون لك ختمة على الاقل. محروم من يمضي عليه شهر وما ختم القرآن مرة، محروم. اجعل لك جدولا للدعاء، اجعل لك جدولا للذكر. فعلى العاقل منا أن ينتهز هذه الفرص ويستثمرها، لأنها فواتة. عندما تقول فرصة أي لا تعود، رمضان الذي مضى فات ولن يعود.